مشاهدي بلقيس ومتابعي حيث الإنسان سلام الله عليكم وطاب مساءكم. 23 يوما مضت من أيام شهر رمضان و23 قصة حملناها معنا وبدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية، حاولنا الوصول من خلالها إلى حيث الإنسان. صحيح وصلنا لأبعد نقطة في حضرموت وأفقر منطقة في الضالع وأقصى منطقة في مأرب وصحراء الجوف، تنقلنا في أرياف تعز وربوع إب وأزقة عدن، لكن المأساة كبيرة، جميعنا يدرك ذلك، فهل نكون جميعا حيث الإنسان؟ نأمل ذلك. ما زال في جعبة برنامج حيث الإنسان الكثير من القصص الإنسانية وأيضا الكثير من الجوائز النقدية. الجوائز النقدية في الحلقة 21 كانت من نصيب الإخوة الفائزين الثلاثة سهيل علي أحمد فارع من تعز وصدام عز الدين علي سلام محمد من تعز، وأيضا الفائزة الثالثة ماجدة منير أحمد الحاج من تعز. مبروك للجوائز للفائزين الثلاثة الجوائز المالية. والآن مشاهدينا دعونا ننتقل إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة الليلة ستحكيها لنا إلهام، الأم التي سعت لتكون مشروعها الصغير الذي تأمل أن يكبر بحجم أحلامها وأن يتسع ليوسع من رزقها ورزق أطفالها. نتابع معا. في قلب مدينة إب يقع مخيم سلام للنازحين، الوطن المؤقت لعشرات الهاربين من جحيم الحرب والحصار. لكل نازحة هنا قصة حزينة وحلم ينمو في مساحة بائسة أنكرت عليه الحياة حقه في العيش تحت سقف دافئ، فكان المخيم المساحة الواسعة لحياة ضيقة وباردة. لا يعي هؤلاء الصغار الثمن الذي يدفعونه جراء الإقامة هنا، ولا يدركون بعد ما الذي تريده الكاميرات من عيونهم، لذا يتزاحمون ويضحكون وحسب. إلهام واحدة من هؤلاء النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من تعز ليستقر بها الحال هنا مع ثلاثة من أطفالها وزوجها. اسمي إلهام غالب محمد، نازحة من محافظة تعز، لدي ثلاثة أطفال واثنين توفوا تشهدوا بالحرب. طبعاً أنا نازحة من محافظة تعز، هذه السنة الرابعة وأنا جالسة بمحافظة إب، ساكن حاليا في مخيم السلام للنازحين جوار مصلى العيد. لا تحب إلهام الكاميرا كثيرا، وتفضل الحديث من خلف الكواليس عن رحلة الشتات وكيف قضت الحرب على حياة عائلتها ورمت بها تحت عجلة الظروف القاهرة وفي غربة النزوح للعام الرابع. يعني أول دخلت المخيم يعني يضم 95 أسرة وأغلبهم من فئات مختلفة، ومعي زوجي تعبان، بنتي في ركبتي تكسرت بالدم، ويحتاج بالشهر الواحد ما يقارب 145 ألف علاجات شهرياً. ومهما عملت، مهما قريت، مهما كافحت، مهما سعيت، ما أقدرش أوفر علاجاته بالوقت نفسه. معي ابني هذا يحتاج لحليب وحفاضات، والله العظيم إنه يبكي الليل، ما أقدر أدبر له حق الحليب. لقد تركت العائلة خلفها اختزالات متقنة للذي كانت تملكه وذكريات طفلة استشهدت في الحرب، ومضت إلى هنا منفذ الخلاص المتاح، وهنا بالضبط تفاقمت المعاناة بعد أن أصيب الزوج وطفله بتليف في الكبد وتكسرات في الدم، فيما بقيت إلهام صامدة. كل شيء تردى في حياة إلهام، لكن حلمها لم ينطفئ، وإن بدا خافتاً يتشاطره بؤس المكان، إذ أين ستذهب بين وجع مرض الزوج والابن ومأساة النزوح؟ يعني مأساتي مأساة أشتي أعمل حاجة، أشتي
اشتي احسن من وضعي، لكن مش بيدي شيء. مهما عملت، مهما شقيت، مهما دورت، مهما ما اقدر اشوف احتياجاتي ولا التزاماتي ولا مصاريف مدارس ابني ولا شيء. تعثرت الشهادة في هذا الجدار، وتعثر معها حلم إلهام، لكن فريق حيث الإنسان تدخل لإعانتها. انتقل الفريق لشراء ما تحتاجه إلهام لفتح مشروع صغير يعيلها وأسرتها. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان. يقتنون بعض أدوات الخياطة وما يتطلبه المشروع من لوازم، ومن هذه الرفوف تشرق ألوان الحياة التي يؤثثونها. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. كأنهم يسابقون الزمن من أجل محو بعض الأحزان وخلق مكان للأمل في قلوب من نسيهم الجميع وحفظتهم المخيمات. إنهم يعيدون تثبيت الحلم بصورة تحمل أملاً باستثمار اللحظة الراهنة قدر المستطاع. الآن ينفتح باب جديد لحياة متخففة من الهموم والآلام، حياة مليئة بشغف العمل وحب النجاح. أشعر بسعادة فوق ما تتصوروا، نتيجة أنه تحقق حلمي. كنت أحلم أنني يكون معي رأس مال أعمل لي مشروع، أقدر من خلال المشروع هذا أعول أسرتي، أقدر أوفر مصارف عيالي، مصارف مدرسية، علاقة زوجي، علاقة أطفالي، حاجتي، مستلزماتي، الأشياء الذي أحتاجه بظل هذه الحروب والأزمات التي نواجهها هذه الفترة. والحمد لله سبحانه وتعالى، اليوم أني أحس بفرحة وأشكر كل من ساهم ولا تعاون ولا ساعد أنني أوصل لهذا اليوم. يعني سعادتي ما توصفش. يعني الان انا معتمد على نفسي، ما بموتش يدي لفلان ولا فلتان، ولا بقول فلان وفر لي ولا اعطيني، ولا بحاول قد استطاع قدر استطاعتي انني يعني اعمل من مشروعي ذا اعمل محلين وثلاثه واربعه باذن الله سبحانه وتعالى. ويعني باذن الله انه ربي سبحانه وتعالى يوصلني انني اقدر بيوم من الايام انني اساعد الناس زي ما ساعدوني الان. بهذه الآلة تستطيع إلهام حياكة واقع جديد لها ولأطفالها الثلاثة وانتشالهم من بؤس الشتات. وبهذا المشروع يمكن للناس الإيمان بأن يد الخير لم تنقطع بعد، وأن الأمل سر الوجود. إذن مشاهدينا، المشروع فكرة، والفكرة بحاجة إلى الخطوة الأولى، ومن مضى لابد أن يصل. ما قامت به إلهام هي خطوة في مضمار السعي نحو الاكتفاء الذاتي والإنفاق على أسرتها. نأمل جميعا لها التوفيق.
المرأة اليمنية طالما حاربت من أجل توفير الرزق وقوت أطفالها، خصوصا في هذه الحرب التي أكلت الكثير من الرجال وفرص العمل. وما يسعى إليه برنامج حيث الإنسان هو تسليط الضوء على الفئات الضعيفة في المجتمع اليمني ولفت الأنظار إليها من أجل تمكينها من الحياة الكريمة والاكتفاء الذاتي، بدءا من التعليم والصحة والمشاريع الصغيرة التي نسعى من خلالها لتحسين مستوى دخل الفرد والحد من الفقر. المشاريع الصغيرة ليست حكراً على الدول الفقيرة أو الغنية، فالمشروعات الصغيرة تعتبر بديلاً استراتيجياً لجميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، لعلاج الكثير من المشكلات التي تواجه اقتصاداتها من ناحية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. فبلد مثل أمريكا ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، لا زالت المشاريع الصغيرة تشكل 50% من الناتج المحلي. وفي ألمانيا لا زالت تقدم دروس دائمة ومستفادة لشركات ودول أخرى في تجربتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم غياب رؤية الدولة سابقا ولاحقا لهذا الرافد الاقتصادي وما تؤسسه هذه المشاريع من تنمية اقتصادية وتوازن مجتمعي في ظل تجريف ثروات البلاد. إلا أننا اليوم نعاني من مشكلة مركبة، وهي غياب الدولة ذاتها، تلك الدولة التي يفترض أنها تحمي حقوق الوطن ومصالحه، دولة المساواة التي ننشدها. ستأتي الدولة، لكن قبلها ومعها يجب علينا البحث عن المشاريع الصغيرة. بالتأكيد مشاهدينا تابعنا جميعا قصة الليلة وركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال الحلقة. وإليكم سؤال الحلقة 23. السؤال يقول: كم عام مضى على نزوح إلهام وأسرتها؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 5 سنوات، الاختيار الثاني 4 سنوات، الاختيار الثالث 2 سنوات. إذن مشاهدينا ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة وإرسالها فقط رقم الإجابة الصحيحة إما 1 أو 2 أو 3 وإرسالها على رقم الواتساب الخاص في البرنامج. والوقت المتاح لكم للمشاركة معنا يستمر حتى 5 PM. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى هذه الفقرة الأخيرة في البرنامج، والفقرة التي ينتظرها الكثير ممن يشارك معنا بإجابة أسئلة الحلقة، وهي فقرة إعلان الأرقام الفائزة معنا بجائزة الحلقة 22 والتعرف على الفائزين 3. ومبروك لهم مقدما كل فائز 100,000 ريال قيمة الجائزة لكل متسابق شارك معنا وأجاب بشكل صحيح. سؤال الحلقة الأمس كان يقول: من أين نزحت الأسرة بطلة القصة إلى محافظة طيب؟ وكانت الاختيارات 3 لحج، والاختيار الثاني الضالع، والاختيار الثالث تعز. الإجابة الصحيحة كانت هي الاختيار الثالث تعز، ونزحت الأسرة من تعز إلى محافظة إب. مشاهدينا الكرام، إذن لن سنختار الفائزين 3، ومبروك مقدما للفائزين، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله نختار الفائز الأول. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 771-966-655. إذن مبروك للفائز الأول صاحب الرقم الذي كان معنا قبل قليل. والآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 739-00-2020. مبروك للفائزين. والآن سنختار الفائز الثالث، وأيضا أجاب هو بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس واختار الاختيار رقم 3، وقام بإرسال رقم 3 فقط دون أي إضافات أو أحرف أو كلمات. ومبروك لصاحب الرقم، نختار الآن. مبروك لصاحب الرقم 730-473-650.
إذن مبروك للفائزين الثلاثة ومن يشارك معنا ولم يحالف الحظ حتى الآن. ما زالت لديك يا صديقي الفرصة حتى نهاية شهر رمضان للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. وبالتأكيد وكما هو معلوم ومعروف لديكم أسئلة البرنامج سهلة وبسيطة وهي من تفاصيل القصة التي تعرض ضمن البرنامج أيضا. إذن مشاهدين الكرام الآن نذكركم بالفائزين الثلاثة وإليكم أرقام الفائزين على الشاشة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة وما زال البعض يسأل حتى الآن لماذا كل الأرقام الفائزة هي من اليمن؟ لأن مسابقة برنامج حيث الإنسان هي مخصصة فقط للأرقام اليمنية حتى نستطيع من خلال هذا البرنامج ولو بشكل بسيط أن نساعد الناس من خلال هذه الجوائز بحكم أن برنامج حيث الإنسان هو برنامج إنساني بالدرجة الأولى. الهدف منه فقط تقديم نموذج جيد والمساعدة الناس بمختلف الأشكال والقالب التلفزيوني. إذن مشاهدي الكرام مبروك للفائزين الثلاثة وأذكر ما زالت لديكم فرص للفوز معنا يوميا بجوائز برنامج حيث الإنسان. ألا نذكركم بسؤال حلقة اليوم ومن الإمكان لمن يتابعنا أن يشارك ويجيب بشكل صحيح يرسل فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب وستكون لديه فرصة. والسؤال يقول كم عام مضى على نزوح أسرة إلهام؟ والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 5 سنوات، الاختيار الثاني 4 سنوات، الاختيار الثالث 2 سنوات. حلقة الليلة من حيث الإنسان انتهت، في الغد حلقة جديدة وقصة جديدة وبالتأكيد ما زالت لدينا جوائز مالية تنتظركم. سنجري السحب على سؤال حلقة اليوم وسنعلن عن سؤال جديد في نهاية الحلقة أيضا. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان في أمان الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.